عسلامة، مرحبا بكم في كوجين حنونة. إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة يا ربي. كما قاعدين نشوفوا اليوم باش نعملوا بقلاوة تركية المبرومة، وصفة سهلة على الأخر، وزيد برابور البقلاوة التونسية تسمى اقتصادية، وهيك ريتو ما شاء الله، معناها الكمية وفيرة. بالنسبة للفاكهة هنا استعملت 400 غرام بوفريوة، عليهم 100 غرام فستق، وكما ريتو البوفريوة حمصتها في الفور لين تبدل لونها ونحيتها القشرة ورحيتهم، وباش نزيد عليهم شطر كاس زهر وأربع مغارف سكر محاور. بالنسبة للكمية هذه راني باش نستعمل زوز بكويت باتفيلو. الباتفيلو نلقاوها تتباع في المحلات. نخلطوا المكونات الكل مع بعضها لين نوصلوا للمرحلة هذه، معناتها معشرة وسكر محاور بريسك تولي الفاكهة برك، ما عادش نشوفك الحبيبات متاع السكر. وتو باش نتعداو ونوريكم كيفاش نعملوا الزبدة فيسع فيسع. استحقيت 400 غرام زبدة، بتبيع مذابين تكون مصدر حيواني، وباش نخليها تغلي على نار متوسطة لين بشوية بشوية هي تبدأ تعمل في هيك القشرة. أصبروا ساعة هيك، حركوها بالكسرونة، معناها المفيد ما تحركوهاش بالمغرفة. كيف نوصلوا للمرحلة هذه، كيف ما تشوفوا عملت هيك كوش، وقتها ناخذها ونصفيها، ما تخليوش لين الزبدة كما نقولوا يتبدل لونها وتتحرق. انا صفيها من الحليب، وبطبيعة استعملوا هنا صفايح حديد ما كانش يذوب، دونك انا نحيت منها اكثرية الحليب. ما تنسوش باش تحضروا شحور. بالنسبه لشحور البقلاوه التركيه شحور سبيسيال شويه، باش نستعملوا زوز كيسان سكر، كاس سكر فيه تقريبا 200 ملليلتر، عليه زوز كيسان ماء، ونخليهم يغليو مدة نص ساعة أقل حاجة. بطبيعة دوبا يبدأ يغلي تنجم تزيد من غير فقارس صغيرة وتخليه يغلي في عقله. لازم تكستير متاع الشحور في الأخر تبدأ كيف العسل، معناه ماشي عاقدة. وبطبيعة باش نشحروا البقلاوة كي تبدأ سخونة بالشحور يبدأ دافي مش بارد. هنا شحور خذالي تقريبا ساعة غير ربع، وبعد سكرت عليه. وما تنسوش ديما تفوحوا بمغرفتين زهر في الاخر. وشحوره مهم برشا كما في البقلاوه التونسيه، مهم في البقلاوه التركيه، خاطر كان يبدا سايل برشا تخاف للبقلاوه تشرب الماء، وهكيك تجي البات تقوش عليها منفخه في الشحور، معناها ما تجيش فيها كد قرميشه هذيك. دونك اعطيو حقه الشحور. نكملوا مع بعضنا تو الوصفه. كيف ما ريتو خذيت باكو البات فيلو، وباش ناخذ زوز اوراق هنا بالزهر. الاوراق الورقه الاولى جات مقطعه، اما عادي راهو باش اكيد باش تلقاو ورقات مقطعين نستعملوهم مش باش نطيشوهم. انا زدتهم في وسط البات، وتو باش نتعداو نشقشقوها البات مليح بالزبده اللي حضرناها، والبقية الأوراق ماذا بينا كانت لفوهم منجيلة باش ما يشيحوش، خاطر البات هذه تشيح فيسا. وتولي باش نسحقه عودة حديد، شوفوا شنو عندكم المفيد، تبدأ حاجة جويدة وصحيحة ما تتكسرش بروشيت ولا حاجة. يعني هنا استعملتك العودة اللي تجي مع الفور لنشويه بها دجاج من عشك عرفتوها، ونثني البات تقريبا لانتير ونزيد نشخشخها بالزبدة. وتو باش نحط الفاكهة. بالنسبه للفاكهه هنا باش نزيد 3 مغرفات فاكهه ماكسيموم، ما لازمهاش تبدا فيها برشا فاكهه باش ما تتقطعناش البرقه كي نجيو نكبسوا عليها. وتو باش نبرموا المرقه، علاش احنا قلنا بقلاوه مبرومه، على خاطر باش تتلف على بعضها بالطريقه هذه كيف ما تشوفوا بشويه بشويه. فما طريقة أخرى يرشوا الفاكهة على الورقة كاملة زادة، نصورها تجيبها، ما جربتهاش قبل. دونك في المرحلة هذه باش نكبسوا على جنبات باش عطينا أكل تكميشة المزيانة، وماذا بينا ديما آخر الورقة يبدأ لصق في الطاولة. وتو باش نحولوا للبلاتو. البلاتو هنا عرضه تقريبا 28 سنتيمتر 28 سنتي، ونزيد نركها باش تبدأ هكيكة مستوية، وباش نكملوا.
دونك اوفيس باش نعاود لكم المراحل. خذينا كزوز ورقات باتشيلو نشخشوهم مليح بالزبده، نطويو الورقه، نزيدو نحطو شويه زبده، نحطو الفاكهه ونلويوها على بعضها كما تشوفوا بكل سهوله، راهي سهله ما فيها حتى شيء. ومن بعد نكس عليها في الاطراف ونحطوها في البلاتو ونقربوهم لبعضهم كما قاعدين تشوفوا. هنا حبيت نذكركم ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديدنا الكل. بعد ما كملنا الباد فيلو لعنا الكل باش نكملوا نسقيوها بقيه الزبده اللي قعدت، نشخشوا مليح الورقات بالزبده. كما تلاحظوا زوز باكويت باتشيلو عملت بيهم تقريبا 12 رولو من البقلاوة المبرومة. نخليوها ربع ساعة في ساعة ماكسيمم. وتوا باش نقصوا البقلاوة، قصت طبق كما قلت لكم 28 وقسمته تقريبا على 5، كل قطعة جاتني 5 سنتي. نتوما تنجموا تعملوا اقل، تنجموا تعملوا اكثر، نتوما وكبر البلاتو. هي القطعة 5 سنتي، 5 سنتي ونص راهي تتسمى معناتها قطعة كبيرة. تنجمو حتى تصغرو أقل باش تطيحو بزايد كعبة. وما تبقى كان باش نحطوهم في الفور يتيبو في عقلهم. الفور ماذا بينا يبدا سخون وعسوا عليها معناتها لين تحمار. عينكم ميزانكم، المفيد ما تخليوهاش تغمق برشا وما تبدايش زادة فاتحة برشا معناتها راهي مش طايبة. ودوبا نخرجوها من الفور باش نسقيوها بالشحور. ماذا بينا كما سبق وقلت لكم الشحور يبدا دافي مش بالضروره يبدا بارد، معناها تحطوه من الفريجيدير وتقعد تتشرب الشحور نتاعها حتى ليله كامله معناتها. وكما قلت لكم الشحور ما في حرفه، انا ديجا فسرت لكم كيفاش. ما ننساوش شويه فستق تزين على الاخر في البقلاوه التركيه. تقريبا وصلنا نهاية الفيديو، نتمنى الوصفة عجبتكم، نتمنى تجربوها بالطريقة هذه. وتو ما تبقى لي كان نقول لكم دمتم بخير وإلى اللقاء في وصفات أخرى إن شاء الله.